أيقال امرأة عجوزة وكهلة أم عجوز وكهل؟ من نافر القول يا شيخ عبد العزيز يعني هل يصح أن نقول يا عجوز أو يا كهل نقصد بها المرأة؟ هم يقولون يا عجوزة يا كهلة هكذا بتانيث الكهلة نعم يقال لها كهلة أما المرأة فلا يقال لها إلا على لغية كما قال صاحب القاموس يقال في العجوز عجوزة وأما الصحيح والفصيح فإنه يقال رجل عجوز ومرأة عجوز كما ولا يفرق بينهما بالتأ نعم كما في مرآة إبراهيم عليه السلام نعم هذا الذي جاء في القرآن قالت عجوز عقيم